وسعيدة بهذه المبادرة اللي قام بها رئيس الجمهورية. ماشي أول مرة رئيس الجمهورية يدير هذه المبادرة لذوي الاحتياجات الخاصة. متعودين على رئيس الجمهورية أنه دائما يسعد هذا ذوي الهمم، وأنا بالمناسبة هذه أن نبارك له العهدة الثانية. جد 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 سعداء كرياضيين من ذوي الهمم، ونقول له تحياتنا يعني وشكرا جزيلا اللي أعطيت التفاتة طيبة لذوي الهمم. الحمد لله كان جميل وما شاء الله استهدفنا سيدة رئيس الجمهورية. موجه له تحية وإن شاء الله يخدم لنا البلاد ويخدم لنا الوطن. نشكر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الاهتمام بهذه الفئة، والحمد لله ردنا الاعتبار لينا وضروك زاد عطانا جرعة إضافية باش نزيدوا نخدموا أكثر وأكثر لتشريف الجزائر في المحافل الدولية القادمة. ونشكر أيضا الوالدين الكريمين اللي راهم واقفين معنا وبفضلهم وصلنا لهذا النجاح. شرف لينا احنا كنا مع السيد الرئيس، ونتمنى له النجاح في العهده الثانيه تاعو وبالتوفيق ان شاء الله ليه والطاقم الوزاري تاعو كل. الحمد لله ان شاء الله نتمنوا حنايا كما نقولوا نقدموا الاكثر الاكثر للجزائر، باسكو هذه الحاجه اللي قدمناها احنا للجزائر حاجه صغيره واش خدمت لنا هي لينا الجزائر، والمجد الخلود لشهدائنا الابرار ان شاء الله. اليوم كان يوم رائع لانه كان استقبال من فخامه رئيس الجمهوريه اللي نقدم له كل الشكر الجزيل على هذا الاستقبال الجيد، ونقول له الحمد لله يا ربي احنا رفعنا الرايه الوطنيه. راني نحس بواحد شعور لا يوصف انك توقف قدام رئيس الجمهوريه مكرمك، هذه حاجه كبيره بالنسبه لي، وخاصه هذه الخطره دار حاجه اللي ما كناش نستناو فيها انه مام لي بارون تاعنا عرضهم وكانوا حاضرين معنا. نشكره بزاف من هذا المنبر ويعطيه الصحه وربي يطول ان شاء الله في عمره ان شاء الله. الحمد لله كان لنا شرف ان عاودنا شفنا رئيس الجمهوريه واللي راه هو المدعم الاول للرياضه ورياضه ذوي الاحتياجات الخاصه بصفه مميزه. دونك الحمد لله على هذا الالتفاته منه، وان شاء الله حنا اللي علينا كرياضيين راح نبقاو نمدوا توجور نتائج جيده وايجابيه للجزائر ونشرفوا الجزائر احسن تشريف. نشكر سياده رئيس الجمهوريه على الاستقبال الحار هذا، يعني كما تقولوا انه واحد يوصل والديه للبلاصه هذه يعني شرف كبير ومفخره ما نقدروش نزيدوا كما نقول لك نتمنوا حاجه اكثر منها. والحمد لله انه قدرنا ربي باش نشرفوا الجزائر في اختصاص نقولوا انه مازال مش معروف يعني في الجزائر. نشكر رئيس الجمهوريه على هذا التكريم اللي زاد رفعنا من المعنويات، وقلنا ان شاء الله اموركم كامل مقضيه وبارك الله فيه وربي يوفقه ان شاء الله في المشوار في المهام تاعو ان شاء الله.